فيديو جديد واليوم جديد البلبل اخوتي خاص شارع ديال حافا جماهير ودادية كما غادي تشاهدوا مباشرة الشارع كاساويين. نتمنى الوداد تربح، اشتركوا في القناة ديالي، فعلوا الجرس باش يوصلكم ديما جد كما كتشوفوا جماهير كثيرة لآلاف وداديين. جماهير ودادية تيما ويداد ويداد راه فريق عملاق ياك انا بقولكم مع الخميس مستحيل شي واحد ينتصر عليه مستحيل ينتصر عليه شي واحد مستحيل محمد خالد اللي عنده شي قوه خارقه يتعادل مع الوداد ولكن الوداد بطل الابطال ان شاء الله ان شاء الله الله يحفظك اخويا عاب الاعلام والاشهار ديالنا تحياتي لك. كما كتشوف اخوتي الاجواء رائعه جدا، الاجواء جماهير وداديه جو كامل هاد البلاصه. انا حاليا باقي محلولين باش يدخلوا ثلاثه ونص ولا اربعه باش يغادروا. نتمنى التوفيق للوداد البيضاوي، جماهير ديال الوداد كلهم جاو كلهم متحمسين كلهم كيقولوا اللقب ديالنا، وهذا الشيء كنتمناو باذن الله. نتمناو الوداد تفرح هاد الجماهير الالاف ديال الجماهير اي منطقه خاص في كازا النواحي ديال كازا اي بلاصه في المغرب اي منطقه من الصحراء عفوا الصحراء المغربيه من طنجه الى الكويره العزيزه كلهم مع الوداد البيضاوي. كما كتشوفوا الاجواء رائعه جدا، الوداديه هاد البلاصه الشوارع كل شيء رائع جدا. كاينه الحمراء ها تماما برافو ها يا خوتي ها نتمنوا الدعوات ديال المغاربه تكون معنا ان شاء الله ان شاء الله رافعين عندنا الشخصيه ان شاء الله الله يحفظك. كما كتشوف اخوتي الاجواء رائعه جماهير وداديه، نتمنى ان شاء الله يكون خير، نتمنى التوفيق للوداد البيضاوي. كما كتشوفوا معنا اخوتي جماهير وداديه حاليا في هذا المكان كينتظروا الدخول الى الملعب، حاليا تقريبا الربعه ان شاء الله باذن الله غادي يدخلوا الملعب وغادي نجيو حدا جماهير. السلام عليكم. السلام خويا ازيك بخير لاباس عليك؟ انا عرفتي غير لاشين ديالك الله تبارك الله. خويا بغيناك تعطينا راي على ديال الوداد البيضاوي كيف ما كتعرفوا الوداديين اكثريه ديالهم كيلعبوا الكره عقليه زوينه، حنا كنامنوا بالعقليه وكنامنوا بشي حاجه موضوعيه. الماتش صعيب كون طر غول افريقيا يعني ثاني فريق في العالم يعني حرجناه في 2017 وان شاء الله في 2022 غنعاودوا نحرجوا ماشي غنعاودوا نحرجوا غنعاودوا نحرجوا كرويين. ما كانش كرويين جمهور رقم 12 غايدير خدمته كيفما جاب العصبه ديال 2017 شفنا بالحناجر ديالنا. هذا واحد الميساج للمصريين والامه كاع اللي كي عندها شي فرقه واللي عندها شي جمهور. الوداد اسمع ليا الوداد راه ما عندهاش جمهور، الوداد عندها امه وراها وجيش وراها يو ازيروها اينما رحلت واينما ارتحلت. تحيه لك اخويا واليوم اللقب واليوم اللقب ودادي ما يخرجش من كازا باذن الله وبحوله. Yeah.
الملعب. بسم الله الوداد تربح ان شاء الله وتفرح الجماهير الرائعه جدا للفريق الوداد. الله يحفظك اخويا. نتمنى ان شاء الله يكون خير. وداديين نتمنى الوداد ترفع اللقب باسم مركب محمد الخامس يفوزوا ديما وداد. برافو ديما وداد ديما وداد ديما وداد ديما وداد. ان شاء الله كما كتشوفوا جماهير وداديين حاليا كينتظروا. نتمنى ان شاء الله يكون خير معنا اخوتي جماهير وداديه رايضه مع المواطنين ديالهم. باغيين يدخلوا للملعب باغيين ما قادرينش ينتظروا ما قادرينش يتسناو باغيين يدخلوا الى مركب محمد الخامس باش يشوفوا الفريق ديالهم باش يوجدوا الشعات ديالهم خاص بفريق الوداد البيضاوي ومربوحه ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله الاف الجماهير ديال الوداد حاليا واقفه هنا وكينتظروا وكاينين شي واحدين باغيين يدخلوا الصحه. انتظرنا مده طويله هنا ولكن ما عندنا الا ننتظروا حتى ندخلوا للمسائل ديالنا. اشتركوا في القناه ديالي وفعلوا جرس باش يوصلكم ديما جماهير ودادية كلهم يقولوا ثلاثة لواحد. نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله كما كتشوفوا وداديين هذين. هذا جمهور من الوداد. بغينا نسولك شحال كتوقع النتيجة؟ خويا نقول لك جوج لواحد. جوج لواحد مربوحة ان شاء الله. تماما كما ياك من بعد إذا ربحت الوداد الكاس شنو غادي نديروا في الليل؟ كما كتشوفوا جماهير وداديين كلهم كينتظروا الفريق ديالهم يرفع اللقب باش يحتفلوا بهذ الليله. البلبله غادي تنوض كما كتشوفوا معنا اخوتي وقادر والو الدخول الى مركب محمد الخامس. جماهير ديال الوداد البيضاوي ديما وداد ديما وداد ديما وداد مربوحه عن الساعه الفلوق هذاك دير شي فلوق شحال 4 لواحد 3 0 باش مربوحه 4 لواحد ولا مس بناس كاس غنهبطوا نديو ياك غنهبطوا نديو. كما كتشوف اخوتي الالاف الجماهير ديال الوداد البيضاوي كلهم حاليا كينتظروا الدخول ديالهم الى مركب محمد الخامس. نتمنى ان شاء الله يكون خير. نتمنى الوداد تربح. كما كتشوفوا جماهير وداديه كينتظروا حاليا الدخول الى مركب محمد الخامس. حاليا لقينا مشكل خاص الدخول الى مركب محمد الخامس. كينتظروا الدخول الى مركب محمد الخامس.